النسر ذو الظهر الأبيض من الطيور الجارحة، وكجميع النسور يطير محوما فوق جياف الحيوانات قبل أن يهبط لأكلها. قد يدل طيران النسور في حلقات دائرية منخفضة على وجود حيوان ميت في الأسفل. أكثر الطيور الجارحة شهرة هو العقاب. يأكل العقاب الثعابين ويتميز بجناحين طويلين جدا وذيل قصير ومخالب حادة يستخدمها في الإمساك بطعامه. طائر البوقير الأرضي يتميز بمنقار طويل منحن يستخدمه في مهاجمة الحيوانات الثديية الصغيرة التي يفترسها. الحيوان السري ليس طيرا جارحا، لذا عليكم مواصلة البحث.